عليكم ورحمة الله ومساء السعادة على كل محب الإبداع وكل من مر بأرت ستريت. معكم أسماء ناصر في سلسلة فكرة في لعبة وعلم يدوم. بنفكركم بشعارنا فيها وهو What we learn with pleasure we never forget، يعني اللي هنتعلمه وإحنا مبسوطين عمرنا ما هننساه. النهاردة إن شاء الله هنقدم فيديو تمهيدي بأفكار متنوعة تبدأي مع الطفل بيها تعلم الحروف أو مراجعتها معاه. هنقدم طرق واستراتيجيات جديدة، ولكن تظل الورقة والقلم والبورد والماركر هما الأساس، لكننا هننوع في طرق تقديم المعلومة، وهدفنا فيها هو تثبيتها عند الطفل بالتكرار مع عدم إحساسه بالملل في نفس الوقت، وده بيلخص أهمية الأنشطة التعليمية. عندنا فكرة الحرف أو الرقم الخفي، وده بننفذه بقلب مجموعة من الكروت. بعد كده الطفل بيختار عشوائي، ولو انت الأول مرة بتعلميه أو بتحفظيه الحرف بتكرري معاه، ولو انت بتراجعيه فهو اللي هيجاوب. الفكرة هنا هو عنصر المفاجأة وترقب الطفل وحماسه، يا ترى الحرف ده هيطلع ايه، ولو جاوب صح أكيد بيفرح وبينبسط أكتر. كمان عندنا طريقة التوصيل، ودي بتزود تركيز الطفل وانتباهه وبترسخ فيه مهارة ربط الأشياء بما يخصها، وبيدمج فيها إدراكه مع حاسة البصر فتثبت المعلومة أكتر، ودي بتناسب كل المراحل التعليمية. كمان هندخل اللعبة بالصلصال أو السلايم لإضافة جو من اللعب والمرح، ويلا بينا نبدأ. هنجيب صندوق الأنشطة ونطلع الحروف أو الأرقام اللي أنا حابة أراجعها مع الطفل أو أحفظها. لكن قبل ما أبدأ محتاجة أعمل فكرة تحمسه إنه يجاوب صح أو يركز أكتر، وهي إن أنا هعمل سمايل فيس وساد فيس على ورق ملون اصفر بالشكل دوت، وببدأ بعد كده اقصه واستخدمه ككروت. مهم جدا ان نلعب على العامل النفسي للطفل وقوى عنده روح التفاعل الاجتماعي وحب المشاركة والتنافس والحرص على الفوز. وفي مبادرة سلمية مننا لاستبدال العصا بكارت الهابي فيس والساد فيس، بحيث ان هو لو جاوب صح برفع الهابي فيس ولو جاوب غلط برفع الساد فيس. لو تلاحظوا هنا انه بدأ يركز اكتر علشان مرفعش الساد فيس، فركز اكتر وجاوب صح. وايمانا منا بان المعلومة دايما بتثبت بالكتابة، فانا هبدأ اكتب معاه ويكتب ورايا. طبعا لو طفل لسه بادئ يكتب او بادئ اعلمه هكتب له بالدوت الليتر او المنقط، ودي كلنا عارفينها. عشان اكثر ملل هرجع تاني للعبة الحرف الخفي، وهو هيختار ويقول لي الحرف ده ايه، ومستمر برضو بالتشجيع بالهابي فيس. وعشان اثبت شكل الحرف في ذاكرة الطفل سواء بعلمه لاول مرة او براجع معاه، فهفعل طريقة اللعب بالصلصال او السلايم، فبيبتدي يشكل الحرف عليه باستخدام لولي او اي شيء شبهه.
والإضافة جو أكتر من المرح والمنافسة. عملنا تشالنج مين فينا يعمل أو يشكل الحرف أسرع. وبكده نكون خلصنا أفكار النهاردة. أفكار سهلة وبسيطة بتشجع الطفل وتزود تركيزه وعلاقته بيكي. أتمنى تكون عجبتكم وتطبقوها مع أطفالكم، واستنونا في فكرة جديدة. اتبعوا شرط المرور يوصلكم كل جديد. دمتم مبدعين.